بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام في اللقاء السابق الكلام على أنه صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع أسئلة كثيرة، وقلنا أن من فوائد هذه أو من جلالة هذه الحجة ومن عظمها وكثرة فوائدها أنها اشتملت على هذه الأسئلة، يعني كانت مجالاً لتطرح في هذه الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي استفتاءات، فيفتي، يسأل صلوات الله وسلامه عليه في المناسك فيفتي. وقلت أن هذه الفتاوى النبوية قد عقد لها الإمام ابن القيم رحمه الله فصلاً مستقلاً، هو الفصل الأخير، هو الفصل الأخير من كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقال فيه: لله ما أجمل هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أعظم فائدتها، وما أجدر الاعتناء بها، وما أكثرها فائدة وإغناء عن فتاوى فلان وفلان، والله المستعان. هكذا في بداية أو في مطلع هذا الفصل من كتابه إعلام الموقعين، الذي عقده وعنون عليه بقوله: فصل في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. المهم أني ذكرت أن المصنف رحمه الله، المحب الطبري رحمه الله، ذكر في كتابه الأصل لهذا الكتاب الصغير، ذكر في كتابه الكبير وهو القراء، كتابه القراء لقاصد أم القرى، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة كثيرة. هذا ليس في الكتاب المختصر أو في حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكتاب المختصر، ولكنه ذكره في أصله لما تكلم عن حجة الوداع أيضا، لأنكم تذكرون أننا لما تكلمنا أو لما بسطنا القول أو لما عرضنا ما ذكره في مقدمته رحمه الله، قال بأنه لما فرغ من كتاب القراء رأى أو استخار الله تعالى في أن يستل منه ما يتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم، فيفرد هذا الكلام أو هذه الأحاديث المتعلقة بحجته فقط في كتاب مستقل. هذا سبق الكلام أو ذكره مرارا في اللقاءات السابقة. المقصود أننا قلنا أنه صلى أو قال هو رحمه الله سئل صلى الله عليه وسلم في الحج أسئلة كثيرة، واشتهر بعضه. هذا يعني ينبغي أن يعلم أو ينبغي أن يتوقف عنه أو يفهم أنها أسئلة كثيرة، لكن الذي اشتهر بعضها لأنها عدد الذي ذكره من الأسئلة التي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ذكر 22 حديثا، 22 رواية أو 22 حديث، لكن قال بعد ذلك في الآخر، قال: فهذه 22 سؤالا، والله أعلم بما وراء ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. يعني ليست هذه فقط هي الأسئلة التي طرحت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو فيما يتعلق بموضوعها وبأحكام الحج، لأن أحكام الحج مناسكه كثيرة، أحكام الحج كثيرة متفرعة، وتحتاج إلى يعني فقه، وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى أمن يعني يجيب إلى نوازل فيه. إذا نزل به نازل الحاج أو الذي المتلبس بالنسك يحتاج إلى من يسعفه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المفتي إن صح التعبير، لأنه أفتاهم صلوات الله وسلم، كان يفتي يسأل فيفتي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أنه من ضمن ما ذكره المصنف رحمه الله قال سؤال، ومنها يعني من هذه الأسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سؤال أصحاب قتادة عن حماره الذي اصطاده. أبو قتادة رضي الله عنه لم يكن محرما، هذه قصة معروفة، فاصطاد حمار وحش، وطلب قبل أن يعني أن يتم هذا الأمر له، طلب من الصحابة المحرمين، كانوا محرمين، أن يساعدوه، فرفضوا لأنهم محرمون، رفضوا أن يساعدوه ولو بإشارة. فاصطاده رضي الله عنه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
إلى آخر القصة المعروفة في اصطياد أبي قتادة لحمار الوحش وإهدائه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الخبر وهذه القصة ليس في حجة الوداع كما ذكر المصنف رحمه الله، لأنه هذا ذكرنا في المرة الماضية أو في اللقاء الماضي. هذا السؤال حصل متى؟ في عمرة الحديبية كما رواه الإمام البخاري في صحيحه، وليس في حجة الوداع. وهذا يدل أو يؤكد على ما قاله المصنف رحمه الله بأني أن المسائل أو الأخبار أو الأسئلة، ما دام نتكلم عن الأسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم التي أشكلت علي فلم أدري هل هي في حجة الوداع، هل كانت في حجة الوداع أو كانت في غيرها، يقول وكلت أمرها إلى الله عز وجل. فهناك مواضع ومسائل، ما دام هنا أسئلة مسائل وأسئلة، منها هذا حديث خبر أبي قتادة، لم يكن هذه الحادثة في حجة الوداع، وإنما كانت في عمرة الحديبية كما رواه الإمام البخاري رحمه في صحيحه، وكما نبه إليه الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. فإذا هذه الأسئلة أو هذا السؤال المتعلق بسؤال أبي قتادة لم يكن في حجته صلى الله عليه وسلم، وهي المحشورة بحجة الوداع، إنما كان في عمرة الحديبية. هذه جملة من الأسئلة التي سئلها صلى الله عليه وسلم في الحجة، ومنها سؤال عما يوجب الحج، وآخر قال ما السبيل، وقد تقدم في باب شرط الحجب، ومنها سؤاله عن الحاج فقال الشعث التفل، ومنها سؤاله أي الحج أفضل فقال الحج العج والثج، العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الأضاحي، ومنها سؤال عروة ابن مضرس بالمزدلفة لما قال إني أتيت من جبل طي فتعبت راحلتي وأكلت نفسي وما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج. فهذا سؤال عروة بن مضرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد ما قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفث. المهم هذه من الأسئلة التي سئلها، وسئل كذلك في منى أسئلة كثيرة الله أعلم بعددها، وفي المزدلفة بين عرفة ومزدلفة، وسيأتي كذلك أيضا، ومنها سؤال الخثعمية وكان عند الإضافة من المزدلفة، ومنها سؤال المرأة التي رفعت، الذي في صحيح مسلم، التي رفعت إليه غلاما فقالت ألي هذا حج، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. ومنها سؤال الجهنية عن الحج عن أمها بعد موتها، وقال لها صلى الله عليه وسلم إذا كان على أمك دين فقضيته أيقضي عنها ذلك؟ قال نعم، قال حجي عنها. وفي رواية الأخرى قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ومنها سؤال رجل عن الحج، في سؤال مرأة وسؤال أخرى عن الحج عن أبيها، واحدة سألت عن أمها والثانية سألت عن أبيها بعد موته، ومنها سؤال رجل عن الحج عن أخته بعد موتها وقد سبق ذلك. المهم هذه جملة من الأسئلة، يقول وما عداها لا يحصى كثرة مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالتنبيه إلى أن ما ذكره رحمه الله من أن سؤال أو واقعة أبي قتادة وما حصل من صيده حمار الوحش هذا لم يكن في حجة الوداع، وإنما كان في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية كما في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله السميع البصير، وأصلي وأسلم على السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أكرم صحب وأفضل عشير. اللهم بارك في علوم شيخنا وانفعه به وارفع قدره وأحسن جزاءه وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا واجزه عنا خير الجزاء يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجرد صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء، وصلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، وأوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه،
وسمع ذلك منه أقوام، منهم ابن عباس، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء. قال ابن عباس: ويم الله، لقد أوجب في مصلاه وأحل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. يعني في روايات متعددة، بعضها يقول في وقت إهلاله صلى الله عليه وسلم، متى أهل أوجب دخل في النسك، أصبح محرما، نوى الإحرام، نوى، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فمتى كان ذلك؟ في روايات، وكلها روايات صحيحة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أهل لما إيش؟ لما على شرف البيداء، المنطقة البيداء التي منطقة المفازة التي ليس فيها شيء، ساحة، يعني زي الساحة التي نقول عنها الآن، الساحة التي أمام مسجد الحليفة من ناحية الجنوب، وهي متصلة به. إذا من نهاية الحليفة تبدأ البيداء، مثل الساحة اللي نسميها الآن الساحات، ساحة المسجد وهكذا. فالبيداء الأصل فيها التي المفازة التي ليس لا شيء فيها، التي لا شيء فيها، فارغة. فمنهم من قال بأنه صلى الله عليه وسلم على لما أهل عندما إيش؟ عندما على شرف البيداء أهل. ومنهم من قال بأنه أهل عند في المسجد بعد الصلاة لما صلى أوجب النسك، دخل في الإحرام، نوى الإحرام، فكان ذلك بعد الصلاة في المسجد، في مسجد الحذيفة. هذا الثاني. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لما استقلت به ناقته أهل. هذه روايات ظاهرها التعارض، لكن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث بين السبب في هذا، وبين أن المسألة يسيرة. بين السبب في هذا التعارض الظاهري، أن القوم أو أن المسلمين كانوا يأتون أرسالا، يعني جماعات وأفراد متفرقين، لم يأتوا كلهم في وقت واحد ومترافقين، وإنما أتوا جماعات وأفراد، تأتي جماعة ثم يأتي أفراد ثم يأتي جماعة أخرى ثم يأتي أفراد ثم وهكذا. وكل واحد منهما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال، فمنهم من رآه صلى الله عليه وسلم أهل في المسجد بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم، عندما فرغ من الركعتين أهل، فرآه فقال بإيش؟ فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عندما فرغ من ركعتين. هذا أخبر بما رأى، الذي رآه، وهو صلى الله عليه وسلم، نعم هو أهل بعد الركعتين، لكنه صلى الله عليه وسلم أيضا أهل كذلك في عندما إيش؟ على شرف البيداء، عندما على هذه الرواية الثانية كذلك أهل أيضا هنا. يعني الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية، أهل رفع صوته صلى الله عليه وسلم بالتلبية بالحج والعمرة، كما سيأتي أنه أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا الإهلال الثاني. الإهلال الثالث وهو عندما استقلت به ناقته، أيضا أهل صلوات الله وسلامه عليه، فرآه قوم عندما أهل لما استوى على ناقته صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر بما رآه. ورآه قوم أهل لما على شرف البيداء فأخبروا بما رأوه. ورآه قوم أهل بعد ركعتيه، بعد أن أدى ركعتين في المسجد، بعد أن فرغ من ركعتيه، فسمع منه أقوام ذلك فأخبروا بأنه أهل. ولذلك قال ابن عباس: ويم الله لقد أوجب في مصلاه، يعني هذه واحدة، وأهل حين استقلت به ناقته، هو أهل حين على شرف البيداء. في هذه المواضع الثلاث كلها أهل فيها أو أوجب أو رفع صوته بالتلبية، في هذه المواضع الثلاث فلا تعارض بينها، لأنها تكررت منه صلاة الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وكان إهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة، وكان يلبي بهما تارة وبالحج أخرى، فمن ثم قيل إنه كان مفردا. وروي أنه تمتع صلى الله عليه وسلم،
وذلك محمول على أمره به، أو يكون لبى بالعمرة كما لبى بالحج فظن أنه محرم بها وحدها. وذكر مسلم أنه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته وأشعرها وقلدها كما وصفنا، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل. وروى أبو ذر الهروي عن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وقال صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. هذا كلامه رحمه الله على النوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا الأنساك كما هو معلوم 3، وهي الإفراد والتمتع والقران. الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، والتمتع أن يحرم بالعمرة، ثم إذا انتهى من أعمالها تحلل منها إلى أن يأتي وقت الحج يوم 8 من الحجة يحرم بالحج. وأما القران فأنه يحرم بهما معا، ينوي الحج والعمرة معا في نسك واحد وهو القران، لذلك سمي قران يقرن بين الاثنين. فالذي عليه المحققون والذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كما قال ابن القيم رحمه الله أنه ورد أو لبضعة وعشرين حديثا، يعني أكثر من 20 حديث صريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكذلك ما دلت عليه الحديث الصريحة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة أو دخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى، أمر صحابته بأن من لم يسق معه الهدي أن يتحلل، يعني يصبح متمتعا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أنا سقت الهدي ولذلك لا أتحلل معكم، فأبقى على إحرامي. فمعنى ذلك أنه كان إيش؟ أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب والتحقيق الذي عليه المحققون، أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته، قرن بين العمرة والحج. هذا هو الصحيح في نسكه صلى الله عليه وسلم. والأنساك الثلاثة على كل حال هي جائزة، كلها جائزة بإجماع الأئمة بإجماع الأمة كلها، وإنما الخلاف في الأفضل، وهذا الخلاف تبعا لخلافهم في نوع نسكه صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا كما جاء في بعض الروايات في الصحيح وفي غيرها، أو كان قارنا أو كان متمتعا. والصحيح أنه كان قارنا، لكن من قال بأنه كان متمتعا هذا سببه، السبب في هذا أن كلمة أنهم كانوا يطلقون على القران التمتع، هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كذلك، أن من لا يفهم لغة الصحابة يقع منه هذا اللبس، يقع منه هذا الإشكال أنه متمتع قارن تمتع قران. قال: الصحابة كانوا يطلقون على القران تمتعا لأن لما فيه من الارتفاق، جمع بين نسكين مثل التمتع، هو مشترك في التمتع في هذا بأنه ارتفق ما في سفرة واحدة، ارتفق أو جمع بين النسكين في سفرة واحدة فأشبه المتمتع في ذلك واختلف عن. المهم أنهم كانوا يطلقون على يطلقون على القران أيضا تمتعا. فما جاء في الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، هذا من يعرف لغة الصحابة واصطلاحاتهم يعرف أن المقصودهم بتمتع. من قال بأنهم كانوا متمتعا يقصدون القران، لأنهم كانوا يطلقون كلمة التمتع على القران، هذه يعني الاصطلاحات استقرت بعد كده، أصبحت واضحة محددة فيما بعد، لكن في ذلك الوقت في لغة الصحابة كانوا يطلقون على القران أيضا، يدرجونه في التمتع، يطلقون عليه أيضا تمتعا. لكن التحقيق والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة أكثر من 20 حديثا كلها تدل
على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا في حجته. نعم، لكن بقي الأفضل بالمناسبة الكلام على ذلك، وفيه خلاف بين المذاهب، منهم من رجح التمتع كالإمام أحمد رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم تمناه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، يعني لفعل كما أمر أصحابه به، يعني يصبح متمتع، فقالوا أنه تمنى ولا يتمنى إلا الأفضل. والمذاهب الأخرى عند الإمام مالك الإفراد أفضل، وعند المذاهب الأخرى مذهب أبي حنيفة كذلك القران، إلى آخر الخلاف الذي حصل بين المذاهب. لكن الذي يعني يكون أعدل الأقوال في هذا إن شاء الله أن يقال بأنه إذا كان الحاج قد قدم من بلاده في سفرة واحدة، يعني يحرم في سفرة واحدة بالعمرة في سفرة واحدة وفي الحج في سفرة أخرى، فهذا الإفراد أفضله باتفاق، الإفراد يكون أفضل له باتفاق الأئمة. إذا كان يأتي العمرة في سفرة مختصة ويأتي للحج في سفرة أخرى مفصل عنها، فهذا الإفراد في حقه أفضل باتفاق الأئمة. أما إذا كان يفعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يأتي مكة، يأتي بأعمال العمرة، فهذا إن كان قد ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. إذا كان معه هدي، وهذا قليل من يفعل في هذا الزمن، قليل أو نادر، في القران في حقه أفضل. أما إذا لم يكن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. يعني هذا معنى أننا الأولى أو الأعدل الأقوال أن يربط ذلك أو يحال ذلك على حال الحاج، أنه يقال يختلف الأفضلية، ما نستطيع أن نقول الأفضل مطلقا، وإنما نربط الأفضلية بحال الحاج. إن كان حاله كذا فالأفضل في حاله النسك، إذا كان سائقا للهدي فيكون الأفضل في حقه القران، أما إذا ليس معه هدي فيكون الأفضل في حقه التمتع. وهذا فيه جمع بين الأحاديث كلها، هذا القول إنما كان أولى الأقوال بالقبول وأعدل الأقوال، لأن فيه جمعا بين الأدلة وجمعا بين الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وولدت بها أسماء بنت عميس الخثعمية زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وترجل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. هو الآن ذكر هذا ذكر هذه الزيادة التي أنكرها رحمه الله، الزيادة تكلمنا عنها في اللقاء السابق، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما حصلت هذه الواقعة مع أسماء بنت أبي عميس رضي الله عنها، وأرسلت إليه تستفسره أو تستفتيه عن هذه النازلة أو عنها حكم هذه الحالة، أنها ولدت محمد ابن أبي بكر في هذه الحجة، في حجة الوداع، فحصلت منها هذا الأمر، أو حصل لها هذا الأمر، ما الحكم فيه؟ في رواية أن هي سألته، كلها في الصحيح سألته، هي سألته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنها أرسلت أبا بكر زوجها رضي الله عنه يسأله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأنها بالجواب قال لها اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، ثلاث أشياء فقط، هذه التي صحت ووردت في الصحيح أنه أمرها بهذه الثلاث، أن تغتسل وأن تستثر بثوب، الاستثار المعروف عند يعرفه النساء، وهو أن تحتشي بالقطن ثم تضع قماش أو قطعة قماش تغطي بها موضع نزول الدم وتربطه من طرفين، وهذا الآن يغني عن ما يحتاج إلى التفصيل، هذا كله في الوقت الحاضر، أصبحت الملابس الداخلية التي عند النساء موجود فيها كل يستعملنها في أوقات الحيض وفي أوقات مثل هذه عند النفاس، ما عاد تحتاج إلى شرح الاستثار. لكن المهم استثفري يعني تحتاط بأن تسد موضع الدم بقطن تحشوه بقطن وتربط على موضعه بخرقة،
تشدها من الجانبين. هذا كان في السابق لما ما كان عندهم هذه الموجودة الأشياء الحديثة الآن التي تستعملها النساء حاليا ومعروفة عندهم، تستعملها في الدورة الشهرية في فترة الحيض وتستعملها في النفاس وغير ذلك مما ما يحتاج، مجهزة ملابس داخلية مجهزة بما يمنع خروج الدم فما يحتاج. المهم هذا كان في ذلك الوقت ما كانت وجد، فقال استثري وأحرمي، هذا الذي قاله أسماء. أما الزيادة وهي قوله أنه اصنعي ما قال لها اصنعي ما يصنع الحاج إلا غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا هنا ذكره مع أنه أنكر، قال هذه زيادة منكرة ذكرها النسائي رحمه الله في رواية لهذا الحديث، وهي زيادة منكرة ليست صحيحة. لماذا قلنا في اللقاء السابق لماذا هي منكرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليس لأسماء بنت عميس، وإنما قالها لمن؟ قاله لمن؟ لعائشة رضي الله عنها لما حاضت. هذه الكلمة التي أنها اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا لم يقله صلى الله عليه وسلم لأسماء، ليست في هذا الحديث وإنما في حديث آخر، وليست صاحبة هذا القصة أو صاحبة هذه النازلة ليست هي أسماء وإنما هي عائشة رضي الله عنها. فالزيادة التي ذكر هنا أثبتها لكنه أنكرها رحمه الله أو نبه عليها في أصل الكتاب، والأدري ما السبب، لعله نسي أو سببا آخر ما ندري. المهم أنه أنكر هذه الزيادة وبين أنها منكرة، أنكرها ابن حزم وأنكرها الأئمة بأنها زيادة منكرة، وسبب في إنكارها أنها رواها القاسم بن محمد كان صغيرا، القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه وكان صغيرا لم يضبط في لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنه الذي ولدته أسماء كان عمره سنتين ما يحفظ ما يضبط هذه الأشياء، ورواه عنه ابنه القاسم وأيضا بينهم زمن بعيد لما توفي. المهم الرواية فيها نكارة ولم تصح، لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء ذلك، إنما قال لها فقط اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. أما ما الزيادة فهي زيادة في رواية النسائي رحمه الله من رواية القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن أبيه، وهي زيادة منكرة لم تصح، وإنما صحت في حديث عائشة في واقعة عائشة رضي الله عنها لما حاضت رضي الله عنها وقالت ماذا أفعل، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فذكرت له أنها حاضت أو جاءها الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، فقال لها أمرها بأن ترفض العمرة وتحرم بالحج وتفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي، قال ألا تطوفي بالبيت، اعملوا كل ما يفعله الحاج فقط الطواف البيت لا تطوفي حتى تطهري، هذا قاله لعائشة رضي الله عنها وليس لأسماء بنت عمي، ولذلك كانت هذه الزيادة منكرة، وهذا تقدم الكلام عليه في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي، لكن لما لمناسبة قوله رحمه الله. فالمهم أنه هو رحمه الله هنا يعني مر عليها أو أثبتها هنا كأنها صحيحة لكنه أنكرها في الأصل، بيّن نكارتها في أصل الكتاب وهو كتاب القراء. نعم. قال رحمه الله وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني أنها جائزة كونه لم ينكر عليهم التلبيات الأخرى، فهذه كلها دلالة على أنها جائزة، لأنها لو لم تكن جائزة لأنكرها صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر باطلا أو لا يقر منكرا. فالزيادات التي كان يزيدها الناس أو الصيغة التلبية الأخرى التي كان يسمعها صلى الله عليه وسلم لم ينكرها عليه الصلاة والسلام، لكنه هو لزم تلبيته هذه وهي التلبية الأفضل، ما هي التلبية النبوية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية النبوية لزم تلبيته، وترك المسلمين يربون بتربية ما دام أنها ليس فيها مخالفة، ليس فيها خطأ شرعي، ليس فيها
شرك كما كان يقول الجاهلون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه التلبية الجاهلية. فالتلبيات التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس لم ينكرها فأقرها، لكنه هو صلى الله عليه وسلم إيش لزم تلبيته، وهي تلبية التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وروي أنه زاد لبيك إله الحق لبيك، وأتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هناك رواية متعددة للتلبية في كتب السنن من وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن البيهقي وغيرها وفي غيرها من كتب الأمهات ذكرت هذه الروايات، يعني الصيغة المتعددة للتلبية مذكورة، ذكرها الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي، وفي سنن الكبرى للبيهقي كذلك مذكورة هذه الروايات بأسانيد مختلفة، أسانيد صحيحة وأسانيد ثابتة وأسانيد أقل من ذلك، المهم أنها موجودة ثابتة. وهذا موجود أيضا في حديث جابر، في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أيضا. أيضا كما هو معلوم الحديث الذي أخرجه مسلم في عن جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال جابر رضي الله عنه، وهذا هو العج، رفع الصوت بالتلبية، الحج لما سئل صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قبل قليل في الأسئلة التي سئلها أي الحج أفضل، قال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج وهي إراقة دماء الأضاحي، هذا أفضل الحج. لما سئل عن أي، قال لو سائل أي الحج أفضل، فقال العج بالعين، العج والثج. والعج هو هذا، رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الأضاحي. نعم. قال جابر رضي الله عنه: ونظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به، وحج معنا النساء والصبيان. طيب، هذا تقدم أيضا الكلام عليه بأن الجمع الغفير قدم إلى المدينة، عدد كبير من المسلمين قدموا إلى المدينة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالحج، أعلمهم بأنه حاج هذا العام، فأتوا أعداد غفيرة، عدد كبير جدا. فلذلك يصفهم جابر هنا بيقول: نظرت إلى مد بصري بين يديه أمام النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، منهم من يركب دابته وناقته، ومنهم من يمشي على رجليه. وقلنا أن هذا فيه دلالة في اللقاء السابق على موضوع أنه يجوز الحج ماشيا، على جواز الحج ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على مد البصر أمامه الناس، منهم من هو راكب ومنهم هو ماشي، فلم ينكر على من مشي، فلم ينكر على المشاة، ولم يقل لهم اركبوا، فدل على ذلك على جواز المشي، على مشروعية المشي، لكن بقي الكلام في الأفضل، دل ذلك على أن المشي الحج ماشيا مشروع، لكن الأفضل، وسبق أيضا في اللقاء السابق على أن لا شك أن الأفضل هو ما فعله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه حج راكبا ولا ماشيا؟ حج ماشيا راكبا، راكب ولا ماشي؟ أي سوي تصويت، حج صلى الله عليه وسلم راكبا لا شك في ذلك، على ناقته القصواء حج راكبا بدون شك، لا شك في ذلك أنه صلوات الله عليه وسلم حج راكبا، لكنه أجاز أو استفيد من أنه رأى بين يديه الناس بين راكب وماشي، دل ذلك على أن المشي يجوز أو مشروع، وإن كان الأفضل هو الركوب كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي، وهو كذلك المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قلنا أن نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقله المصنف في القراء في باب عقده لموضوع الحج ماشيا، لفضيلة الحج ماشيا، ذكر فيه أو روى عن ابن عباس
رضي الله عنهما أنه قال لبنيه: يا بني حجوا مشاتاً، حجوا مشاتاً، فإني لم أتأسف على شيء، تأسفي على أني لم أحج في حياتي كلها، ما حجت ماشياً. وذكر المصنف كذلك أثاراً مختلفة عن حج آدم ماشياً وحج إبراهيم الخليل عليه السلام وإسماعيل كذلك عليه السلام، وذكر طرفاً كذلك من أخبار بعض السلف الذين حجوا، بعضهم حج 40 حجة، وبعضهم حج 80 حجة، وبعضهم كلها على الأقدام حج ماشياً. يعني هذه آثار ذكرها للدلالة على موضوع مشروعية الحج ماشياً وعلى ما فيه من أجر وثواب لما فيه، لكن الأفضل لا شك أنه الحج ماشياً، لأنه أعون أكثر عوناً على القيام بالمناسك والقيام بها على وجهها متأسياً فيها بإمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج راكباً. نعم. قال رحمه الله: وما عمل من شيء عملنا به، وحج معنا النساء والصبيان، وكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. وتمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء رؤي بها حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي أصحابه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وروى الملا في سيرته عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يوم الأحد بملل، ثم راح فعشى بشرف السيالة، وصلى بشرف المغرب والعشاء، وسار منها فصلى الصبح بعرق الظبية بين الروحاء والسيالة في المسجد الذي عن يمنة الطريق، ثم نزل الروحاء فإذا حمار عقير. وذكرت قصة البهزي. قالت: ثم راح من الروحاء فصلى العصر بالمنصرف، وصلى المغرب والعشاء بالمعشى، وتعشى به، وصلى الصبح بالأثاية، وأصبح بالعرج، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنبه، وجلست أختها أسماء رضي الله عنها إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وقال الملا عن أسماء رضي الله عنها: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء منزله. المولى الأربل هذا سبق الكلام عليه، وله كتاب وسيلة المتعبدين، وينقل عنه كثيرا، وهناك من هو أولى بالنقل عنه، له كتاب وسيلة المتعبدين، وهو من الكتب المطبوع أيضا، محمد بن خضر الأربلي، يعني ينقل عنه كثيرا. قال الملا، ولكن هو في من هو أولى بالنقل منه، لكن ما أدري السبب الذي يركز على نقل. نعم. قال رحمه الله: وقال الملا عن أسماء رضي الله عنها: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء منزله، وجاء أبو بكر رضي الله عنه فجلس إلى جانبه، وجاءت عائشة رضي الله عنها فجلست إلى جانبه الآخر، وجئت أنا فجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر. قالت أسماء: وكان أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي بعيرا نحمل عليه زادنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك إذن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزاد دقيق وسويق، فحمل على بعير أبي بكر، وكان لأبي بكر غلام يقال له عقبة، فقال له: اركبه. قالت: فلما كان بالأثاية عرس الغلام وأناخ البعير فغلبته عيناه فنام، فقام البعير يجر خطامه آخذا في الشعب، وانتبه الغلام فقام يطلبه آخذا على طريق يظن أنه سلكها وهو ينشده فلا يسمع له بذكر. وجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، وطلع عليه وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله، ويحك،
لو لم يكن إلا أنا لهان علي الأمر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطفق يضربه بالسوط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم وهو يقول: انظروا هذا المحرم ماذا يصنع. وذكر ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، فيحتمل أن يكون بعض الزمالة عليها. لما تكلمنا على الأسئلة النبوية، هناك أيضا خطب نبوية في حجة الوداع، خطب نبوية في أسئلة سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، استفتاءات فأفتى فيها صلوات الله وسلامه عليه. وهناك خطب نبوية خطبها أو خطب بها صلى الله عليه وسلم في الحج، قالوا أنها أربعة خطب، أربع خطب، هي أربع خطب. الخطبة الأولى معروفة وهي خطبة عرفة، خطبة عرفة المعروفة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة العظيمة التي قرر فيها قواعد الإسلام. والخطبة الثانية وهي خطبته يوم النحر، خطبة الثالثة وهي خطبته يوم النفر الأول، يعني يوم 12 يعلم الناس أحكام النفر وجواز ذلك وما يتعلق به. والخطبة الرابعة ذكرها المصنف رحمه الله في هذا في أصل الكتاب، وهي أن في اليوم السابع من ذي في اليوم السابع من ذي الحجة، يعني قبل يوم التروية، فخطب أو قال أنها خطب يبين للناس أحكام المناسك. وهذه الخطب الأربعة ذكر منها الإمام أحمد رحمه الله الخطب ثلاثة فقط، لم يذكر خطبة اليوم السابع التي هي في اليوم السابع اللي معلم المناسك، ما صحت، لم يصححها، وإنما ذكر ثلاث خطب، خطبة عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول، ليبين فيها أحكام ذلك وما يتعلق به. هذه التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وأما السابعة فلم تصح عنده، إنما ذكر هذه الثلاث الخطب النبوية. خطب الحج يعني يمكن أن تجمع في كتاب، ويتكلم على ما فيها من جليل الفوائد وكثير المعاني، وأعظمها وأجلها، وكلها عظيم وجليل، لكن أعظم هذه الخطب وأجلها خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وهنا ذكر في الكتاب يعني نصوصا أو نصوص هذه الخطبة جامعا بين ما ذكره أصحاب الصحيح كالإمام مسلم رحمه الله في حديث جابر، وأضاف إليها أيضا ما ذكره غير مسلم رحمه الله، ليس مذكورا في الصحيح، مما ذكره غيره من أصحاب السنن وفي المسند وفي عند ابن سعد في الطبقات الكبير وفي غير ذلك جمع، لأنه كما عرفتم في أول لقاء لما تكلمنا عن مقدمته رحمه الله، قال بأني أذكر الروايات، أن طريقته أنه يذكر الروايات التي تتعلق بالموضوع مما لم يخرجه في أصل الكتاب، مما لم يخرجه في أصل القراء، فذكر أو يذكر في هذا الكتاب ما لم يذكره في الأصل مناسبا أو عازيا ما ذكره من النصوص إلى من لم يسبق الإشارة إليه في أصل الكتاب. فهنا نستمع إلى ما ذكره أو ما قاله صلى الله، ما خطب به صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة، وهي خطبته يوم عرفة. نعم، قال رحمه الله: فلما زالت الشمس أمر بالقصواء فرحنت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وروي أنه خطبهم على منبره، وروي على جمل أحمر، وروي على بعير قائما في الركابين. القول بأنه خطب يوم عرفة على المنبر هذا ليس بصحيح، هذه رواية ضعيفة ساقطة، لأنها رواية مجهول عن مجهول، وقد نبه المصنف رحمه الله إلى ذلك في كتاب القراء. هنا يعني ذكرها هكذا، لكنه هناك في أصل الكتاب في القراء نبه هو وغيره من أهل الحديث على عدم صحة أنه صلى الله عليه وسلم خطب على منبر، إنما الصحيح أنه في عرفة، يعني خطب على راحلته
على القصواء، رحل خطب صلى الله عليه وسلم على راحلته، لأن هناك من حاول أن يجمع بين هذه الرواية الضعيفة التي فيها مجاهيل، مجهول عن مجهول، وبين الرواية الصحيحة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، فحاول أن يجمع بينه وبين قال بأنه بدأ في بالراحلة ثم انتقل إلى المنبر، ولا حاجة إلى ذلك، لأن الجمع بين الأحاديث المتعارضة لما تكون صحيحة، لما تكون متساوية في الصحة صحيحة كلها، ساعات عند ذلك نجمع بين ما تعارض ظاهره إذا كانت الروايات كلها متساوية في الصحة، أما نجمع بين حديث صحيح وبين حديث ضعيف لم يصح، لا، هذا يكفي في دفع الإشكال بأن يعني يرد ما يرد ما بأن يرد ما ضعف، الحديث الضعيف يرد ويعتمد ما صح. فالذي صح أنه صلى الله عليه وسلم خطب على الراحلة وليس على المنبر لم يصح، أما رواية من رواية أنه خطب على المنبر فهذه لم تصح، رواية مجهول عن مجهول لا يعتد بها ولا يؤخذ بها. نعم، هذه الخطبة كما قلنا خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر فيها قواعد الإسلام، ذكر فيها صلوات الله وسلامه عليه قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت جميع الملل على تحريمها، وهي الأموال والأعراض، ها، والدماء، حرمة الدماء والأعراض والأموال، ذكر فيها صلوات الله وسلم أو قرر فيها صلوات الله وسلامه عليه تحريم المحرمات التي اتفقت جميع الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية، أسقطها، يعني أسقط أمور الجاهلية صلى الله عليه وسلم كلها، وضعها تحت قدميه، ومنها دماء الجاهلية، دماء الثارات التي كان فيها يقتل الرجل شخصا تطلب قبيلته الثأر له، تثأر له فتقتل به شخصا آخر، وقد يسرفون في القتل فيقتلون جملة جماعة بمقابل واحد، وهكذا الأخذ بالثأر، فهذه أسقطها صلى الله عليه وسلم في أمور الجاهلية كلها مما وضعه صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية أيضا كله وأبطله، كل ربا الجاهلية أبطله صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والحق الذي يجب عليهن، يعني ذكر حقوقهن وواجباتهن صلوات الله وسلامه عليه، وأن الحق الذي لهن هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولم يقدر ذلك بقدر، لم يقدر بذلك قدر، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلت زوجته إلى بيته من يكره، أباح للزوج أن يضربها إذا فعلت ذلك، وأوصى الأمة في نهاية خطبته صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بكتاب الله، وأخبرهم أنهم إن استمسكوا به لن يضلوا أبدا، وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه كذلك في خاتمة خطبته أنهم مسؤولون عنه، فماذا هم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك أديت ونصحت وبلغت. فصار صلى الله عليه وسلم يستشهد عليهم فيرفع فصار يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم فهي قائلا: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. نعم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فسائلكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، قضى الله أنكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دم الجاهلية،
وعند مسلم، وكان مسترضعا في بني سعد بن بكر بن هوازن فقتلته هذيل. قال ابن حزم: وذكر النسابون أنه كان صغيرا يحبو أمام البيوت، وكان اسمه آدم، فأصابه حجر غابر أو سهم غرب من يد رجل من هذيل. السهم الغرب الذي لا يدرى من رمى به، مجهول، الذي ما يعرف من رمى به، يسمى سهم غرب. نعم. أو سهم غرب من يد رجل من هذيل فمات. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان، لا، المفروض ما في سهم رجل، يعني غرب، يعني لا يعرف من رمى به. لما يقول من هذيل يعني أصبح الرجل معروف، لا، هو سهم غرب يعني لا يعرف من رمى به، مجهول. جاء السهم فقتل، يعني أصاب الرجل فقتله بدون أن يعرف من رماه. وقد يكون قصده من هذيل، يعني هو معروف أن هذه المنطقة والجهة التي يجلس فيها قبيلة هذيل، المكان الذي فيه، لكن ما يعرف الشخص بالتحديد، الشخص فلان أنه هو الذي رمى بهذا السهم، ما يعرف، قد يكون هذا القصد منه. لكن المهم أن السهم الغرب يعني الذي لا يعرف من رمى به، مجهول، مجهول الرامي، مجهول. نعم. قال رحمه الله حاكيا بقية الخطبة: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به، مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هو تأخير الأشهر الحرم، تأخير الأشهر الحرم، يأخرون شهر المحرم إلى صفر. النسيء تأخير الأشهر الحرم، من يقرون من شهر محرم إلى شهر صفر حتى يحلونه، يعني يستحلون القتال في الشهر الحرام، فيحرمونه من موضعه الذي وضعه الله عليه إلى ما يرينه من التلاعب في الأشهر، بقدر الأشهر الحرم بالتقديم والتأخير. لكن الربا الجاهلية، الربا الفضل وربا النسيء، هذا شيء آخر. النسيء الإنساء المقصود به في هنا، وهو ما كان تفعله الجاهلية من تأخير الشهر الحرام، فيقدمون المحرم يجعلونه إلى صفر وهكذا. نعم. إن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، وإن عليكم حقا لهن، عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا. أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، فإن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ فذكر لي أن الناس قالوا اللهم نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وعند مسلم بعد قوله صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، ولم يذكر سنة نبيه، وقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب.
وأكثر هذه الخطبة في الصحيح بتقديم بعض الألفاظ وتأخير بعض، وسياق ابن إسحاق أتم. سياق ابن إسحاق أتم من الرواية التي في الصحيح، فيها زيادات وفي تفصيلات ابن إسحاق في السيرة. رواية ابن إسحاق في السيرة أتم، فيها زيادات أو ألفاظ لم ترد في حديث جابر والذي في الصحيح، لكن فيها زيادات في لابن إسحاق ولغيره، لابن إسحاق ولغيره، ولكن هنا أشار إلى أن رواية ابن إسحاق هي أتم فيها، لذلك هو سردها، سرد هذه أو سرد نص الخطبة، لم يقتصر فيه على ما في الصحيح، على ما في صحيح مسلم من حديث جابر، ولكن ضم إليها أيضا إلى هذه الخطبة، لذلك أطالت كما هو معلوم. ولكن الذي ذك في زاد المعاد هذه الخطبة التي ذكرها جابر، أو النص الخطبة كما ذراه جابر رضي الله عنه في حديثه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. لكن هنا المصنف ذكر رواية ابن إسحاق لأن أو أضاف إلى رواية الصحيح رواية ابن إسحاق في السيرة لما في هذه الرواية، أي لما في رواية ابن إسحاق من زيادات وإضافات، ضمها وأدرجها وأضافها إلى نص الخطبة فأصبح نصا واحدا كما سمعتم. وهذه الخطبة من كما استقدم من أجل وأعظم خطبه صلى الله عليه وسلم، وألفت فيها كتب كثيرة وفيها دروس كثيرة، تحتاج يعني ليست إلى درس واحد وإنما دروس كثيرة متعددة لعرض ما فيها من فوائد وذكر ما فيها من معاني وبسط هذه المعاني وذكر ما فيها من عبر ومن وصايا ومن نصائح وجهها صلوات الله وسلامه عليه إلى أمتي في هذه الحجة التي ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقلت حتى أنها فيها ألفت كتب كثيرة بين صغير وكبير، مختصة سواء ما يتعلق ببيان حجته كهذا الكتاب الصغير، أو ما يتعلق بخطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، من حيث إفرادها بالذكر ومن حيث ذكر ما فيها من الفوائد والأحكام والقضايا التي ذكرت جملة منها ذكرت أصولها وقواعدها والأساس الأساس الذي يعني بنيت عليه أساسات هذه هذا النص النبوي. فيحتاج الكلام على هذه الخطبة لوحدها كلام يعني دروس كثيرة، يحتاج دروسا كثيرة وبيان لبيان ما فيها من الفوائد وما فيها من المعاني وما فيها من الأحكام وما فيها من النصائح وما فيها من التوجيهات العظيمة الجليلة التي لا يستطيع لها الوقت هذا. ونسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، وأن يتقبل من الجميع حجهم وعمرتهم، وأن يجعلها سببا للعتق من النار وسببا لرجوعهم إلى بلادهم كما ولدتهم أمهاتهم. ونسأله سبحانه أن يعينهم ويوفقهم، وأن يجزي من قام وما يقوم بخدمتهم من ولاة الأمر. جزى الله الجميع خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.